احكي لي بقى احكي حاجه لك ما على تتنسيش ايه؟ في العيد. انا احكي لك على حاجه حصلت في عيلتنا. ماشي. بس انا مش عارفه هينفع اقولها على الهوا. ينفع ينفع الله. ماشي. هو دي بس هو العيد اتقلب لنكد يعني. احنا كان عندنا يعني ولد في العيله صغير يعني مثلا وقت ما عمل الموضوع ده كان عنده 10 سنين يعني في البومب والصواريخ والحاجات دي. فهو كان يا حبيبي مش فاهم وصغير خالص وبيلعب هو واصحابه في الشارع فجاب الصواريخ جمعها مع بعض وفتح تانك عربيه وحط الصواريخ دي في التانك وبص كده وبيبص بيشوف مفعولها من غبائه يعني بيبص فرقعت في وشه العربيه فرقعت ووشه اتحرق. طبعا. بصي وانا كنت اقل غباء شوي يعني هو الموضوع كان صعب بس جد. الحمد لله يعني طبعا كان عنده نسبه حروق بسيطه اتلحق وعدت على خير بس ده يقول لنا ان احنا ممنوع نلعب بالحاجات دي في الشارع لان ما ناذيش نفسنا وما ناذيش اللي حوالينا. صحيح بصراحه صحيح. الموضوع كان صعب بس العيد اتقلب بقى نكد 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 ما اقولكش. معلش بس بيعلم وما بتنسيهوش طبعا الحاجات اللي بتحصل في العيد دي ما بتتنسيش بتفضل ذكرى.